بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الشورى ومع الآية الثامنة، فهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولكن يدخل من يشاء في رحمته، إن أردت رحمة الله فإليك طريقة، وإن أردت الدنيا فإليك طريقة، لكنك إذا آثرت الآخرة على الدنيا دققوا ربحتهما معا، وإن آثرت الدنيا على الآخرة خسرتهما معا. فقراء اليهود خسروا الدنيا والآخرة. نعم، بيقولوا أنه أحد العلماء الكبار في العصور القديمة كان له شأن كبير جدا، وله أتباع كثر، وكان بهي الطلعة، كان عظيم القدر كثير الهيبة. فمرة كان مع إخوانه في موكب، فنظر إليه رجل ذمي معذب فقير مهان، يعني يعاني من متاعب الحياة كلها. هذا الإنسان الذمي نظر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فخطر في باله أن يسأل هذا العالم الجليل. قال له: يا سيدي، يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأية جنة أنا فيها؟ فقال هذا العالم الجليل: لو نظرت إلى ما أنت فيه، إلى ما ينتظر الكافر من عذاب، لكنت في جنة. ولو نظرت ما أنا فيه، إلى ما وعدني الله به من مثوبة، فأنا في سجن. فهذه الدنيا بكل ما فيها من متع، من مكان، من وجاهة، من شأن رفيع، من مال وفير، من طعام طيب، من نساء، من قصور، كل ما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله ليس بيننا وبين الجنة إلا أن نطيع الله عز وجل. والدنيا لا قيمة لها، هي فانية، يأتي الموت ينهي غنى الغني. ألا ترون أن أغنياء كثيرين حينما ماتوا وروا في تحت أطباق الثرى، شأنهم كشأن أفقر إنسان، يعني في كفن حرير وكفن خام، كله خام، في قبر يعني درجة أولى، في قبر درجة خمس نجوم، في قبر خمس نجوم، كله قبر. الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدنيء، ينهي صحة الصحيح ومرض المريض. الموت يسوي بين البشر. فلذلك العاقل من يعد لهذه الساعة عدتها، يعد له العمل الصالح، يعد له طلب العلم، يعد له خدمة الخلق، يعد له الأعمال الطيبة التي ترضي الله عز وجل. إذن ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون الذين اختاروا طريق الكفر، يعني ظلموا أنفسهم، هم ما أرادوا أن يظلموا لكنهم ظلموا أنفسهم. أرأيت لو أن إنسانا خيرته بين شيء نفيس جدا وبين عذاب شديد فاختار العذاب، ظلم من؟ ظلم نفسه. يجب أن نعلم علم اليقين أن أشد أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بإبقائها جاهلة بعيدة مسيئة. يعني ما في تكريم أعظم
من أن تعرف نفسك بربها، ومن أن تحملها على طاعته، ومن أن توقفها عند أمر الله، أن تجعلها وقافة عند أمر الله، أن تأمرها بالحلال وأن تنهاها عن الحرام. هذا أكبر تكريم، وكل واحد منا بإمكانه يكون مكرم أشد تكريم. والتكريم الحقيقي ما كان عند الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله. والرفعة عند الله تحتاج إلى طاعة لله، وإلى إخلاص له، وإلى إنابة إليه، وإلى تطبيق لأمره، وإلى خدمة لعباده، وإلى إخلاص لهم. والظالمون الذين اختاروا الشهوة، اختاروا أن ينقادوا وراء غرائزهم، اختاروا حظوظ الدنيا ولم يختاروا ما عند الله في الآخرة، هؤلاء ظلموا أنفسهم. ما لهم عندما يأتي العذاب ويستحق العقاب من ولي ولا نصير؟ جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الإنسان بالحياة له أصدقاء، له أتباع، له أقرباء، له جماعة، بحس أنه حوله أناس كثيرون، لكن يوم القيامة: جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يعني تروي بعض الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام، أن السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنه: أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ نحن بالدنيا في إلنا أهل، إلنا أقرباء، إلنا أم، إلنا أب، أخوات، أصدقاء، جيران، بالعمل في إلك شخص أعلم منك، أدنى منك، صاحب، صديق، جار، زميل. هذه العلاقات الاجتماعية ترى بالآخرة، هل نتعرف إلى بعضنا بعضا؟ قالت: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أم المؤمنين، إلا في أربعة مواضع. ذكر أربعة مواضع: عند الصراط، وعند الميزان، وإذا الصحف نشرت، في موضع رابع لا أذكره الآن. وفيما سوى ذلك يعرف بعضنا بعضا، هي أمه، وهي أبوه، وهي أخوه، فلان ابن عمه، ابن خالته. فقد تقع عين الأم على ابنها تقول: يا ولدي، جعلت لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يعني شيء حسن يعطيني الله يرضى عليك. فيقول: يا أماه، ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم يومئذ ولا يتساءلون. تأتي ربك وحدك، ليس معك إلا عملك الصالح وطاعتك له. يا قويس، إن لك قرينا يدفن معك وأنت ميت، وتدفن معه وهو حي، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. اجهد أن يكون عملك صالحا، اجهد أن تطيع الله عز وجل، هذا الذي ينفعك عند قبرك. يعني أول ليلة يوضع الإنسان في قبره يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك. الإنسان لما يشيع جنازة بالمقبرة: عظم الله أجركم، يروحوا على البيت، انتهى الأمر. هذا الذي في قبره ليس له إلا الله، وما دام ليس له إلا الله عليه أن يتعرف إلى الله في حياته. نعم، اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ يعني الإنسان لا يليق به أن يتخذ وليا إلا الله، لا يليق به أن يهب عمره لغير الله، ولا أن يهب شبابه لغير الله، ولا أن يهب وقته لغير الله، ولا أن يهب فكره لغير الله، ولا أن يهب طلاقة لسانه لغير الله، ولا أن يهب ماله لغير الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني أنت ما بيليق فيك أن تزير لغير الله، أن تكون محسوب على غير الله عز وجل. سألوا رجل تجرى له عملية جراحية، عالم جليل من قطر عربي، أنه: أنت لماذا لك هذه المكانة العالية؟ فأجاب بتواضع جم، قال: لأنني محسوب على الله.
لم يقل لأني محسوب على جهة أرضية وعلى الجماعة الفلانية، قال لأنني محسوب على الله. فأنت ينبغي أن تكون محسوبا على الله لا على عبد من عباد الله، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. كن عبد الله، لا تأخذك في الله لومة لائم. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ألا ترون معي أيها الإخوة أن هذه الآية يعني تشف عن أن الإنسان مخير، مخير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. يعني ممكن طالب جامعي يظن شخص جاهل، يتعلم من شخص جاهل لا يقرأ ولا يكتب؟ مستحيل. يقول له هذا هو الأستاذ وليس هذا. ممكن تدخل إلى دائرة حكومية فيها 1000 موظف إلى مدير عام، وقضيتك متعلقة بالمدير العام، تترجى حاجب يوقع لك معاملتك؟ بيقول ما بتعرف شيء. الإنسان لما بيتخذ من دون الله ولي هو جاهل. إذن بتعلق آمال على غير الله، ترجو غير الله، تخاف من غير الله، ترجو العطاء من غير الله، تخاف نقمة غير الله، جاهل معناها، معناها مشرك، ما وحد الله عز وجل. يعني المؤمن لا يرجو إلا الله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا بالله. هكذا. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، يعني هو الولي وحده ولا ولي سواه. لذلك أشد الناس جهلا، أشدهم جهلا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشد الناس جهلا وأشدهم ظلما وأشدهم غباء وأشدهم شقاء من اتخذ من دون الله أولياء. الله هو الولي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك آيات التوحيد كثيرة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يد الله فوق أيديهم. آيات كثيرة، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه بيده مقاليد السماوات والأرض. المقاليد المفاتيح، بيده مقاليد السماوات والأرض. كلما قرأت آيات القرآن الكريم الدالة على التوحيد ترتاح نفسه، أمرك متعلق بواحد، بيرتاح الإنسان. ما الذي يمزق النفس؟ أن تتوزع بين أولياء كثيرين، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب أن تدعو مع الله إلها آخر. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. المقصود هنا بإحياء الموتى، الإنسان حينما يكون جاهلا بعيدا منقطعا كأنه ميت، والدليل أموات غير أحياء. يا بني مات خزان المال وهم في أوج حياتهم، والعلماء باقون بعد موتهم. يعني الموت هنا، الموت نوعان، موت حقيقي وموت مجازي. الموت الحقيقي أن يفقد حركة القلب، أن يقف قلبه ويتعطل دماغه، هذا الموت الحقيقي. لكن الموت النفسي أن يعيش كما تعيش البهائم، يأكل ويشرب وينغمس في الملذات من دون أن يبحث عن ربه ولا عن منهج ربه ولا أن يعرف لماذا خلقه الله عز وجل.
ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. على كل شيء قدير، لا تخف من أحد، لا تخشى أحدا، لا تخشى إلا الله، لا تخشى مرض عضال، الله قادر يشفيه شفاء ذاتي، لا تخشى إنسان قوي هو بقبضة الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير، أي تعلقت قدرته بكل ممكن. إذن أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. قد يقول أحدهم أيعقل أن يتخذ الإنسان من دون الله وليا؟ الله هو الخالق. الجواب إنك تعامل هؤلاء الذين اتخذتهم أولياء كما تعامل الله عز وجل، يعني ترضيهم بسخط الله، تعصي الله من أجلهم، تعتمد عليهم كليا، تعلق عليهم كل الآمال. هذا أنت لم تقل هؤلاء آلهة، هذا غير معقول أن تقول هذا الكلام، لكنك حينما عاملتهم كما تعامل الله عز وجل، حينما عبدتهم من دون الله، حينما محطهم كل إخلاصك وكل ثقتك من دون أن يكونوا أهلا لذلك، فقد اتخذتهم أولياء من دون الله. فالله هو الولي، يعني لا ينبغي لك أن تتخذ وليا إلا الله، لا ينبغي لك أن تعتمد إلا على الله، أن تثق إلا بالله، أن تمحض غير الله ودك. يعني شبابك، عمرك، ذكاءك، عقلك، لسانك، قلمك، علمك، وقتك، مالك، صحتك، كل شيء تملكه لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو يحيي الموتى، تأكدوا أن الإنسان قبل أن يعرف الله ميت، وأنه إذا عرف الله حي. وطالبوني بالدليل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كنتم أموات قبل أن تعرفوا فأحياكم بمعرفته. ثاني يكون تائه شارد ضال فاسق فاجر ما لا يعرف شيء، الحلال كالحرام، الحق كالباطل، المذهب الوضعي كالمذهب الإلهي، ضايع بالحياة، يسير بطريق مسدود، يسعى للا هدف. هذا إنسان، هذا إنسان عرفان ربه، عرفان هدفه، عرفان طبيعة الحياة، عرفان أثمن ما في الحياة، عرفان رسالته بالحياة، يقرأ القرآن، يتفقه في كتاب الله، يقرأ حديث رسول الله، الصحابي قدوته، الآخرة محط آماله، الانضباط سمة من سمات حياته. هذا كهذا، يعني دققوا في هذه الآيات. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. إذا قلنا وهو على كل شيء قدير، هذه الآية وحدها لو تفهمناها ما بتخلي ألم بالإنسان ولا حزن، على كل شيء قدير. إذا قرأها المريض يلقى في قلبه شعاع الأمل، على كل شيء قدير. وهناك أمراض عضالة أجمع الأطباء على أنها مميتة، وجاءت يد الله الرحيمة فتدخلت فشفت هذا المريض شفاء ذاتيا. شيء عظيم جدا أن تثق بالله. من الفقر بيجعلك غني، من الضعف بيجعلك قوي، من المرض بيجعلك صحيح، من قلة الشأن بيجعلك ذا شأن كبير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني مثلا اليوم ذكرت بعقد قران، في مصيبة بالأرض تفوق أن يكون الإنسان في بطن حوت وفي أعماق البحر وفي الليل، ظلمة الليل، ليل وحده موحش،
والليل بالبحر أوحش، وظلمة أعماق البحر وظلمة بطن الحوت. سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. القصة انتهت، بدأ القانون. وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الميزة ليست لسيدنا يونس وحده، لكل مؤمن. الله قال مهما رأيت الخطب مدلهما ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها هتختنق، فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. فالإنسان إذا وضع ثقته بالله ما عنده مشكلة أبدا، ما عنده هم إطلاقا، ما عنده حزن. الله على كل شيء قدير، ويحيي الموتى، والإنسان قبل أن يعرف الله ميت، فإذا عرفه دبت الحياة في قلبه. مؤمن حي، عنده أحاسيس، عنده قيم، عنده مشاعر، عنده منهج، عنده هدف، عنده وسائل تخدم هذا الهدف. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين.